بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي متابعي قناة من صوت للبرمجة، درس جديد من سلسلة دروس دلفي دائما مع المكونات المهمة. اليوم سنرى مكون تري فيو. إذا نفتح الدلفي، مشروع جديد، ثم نفتح الانسبكتر لوبجي ونقوم بتوسيط النافذة بالنسبة للتنفيذ. إذن من حزمة وين 32 نجد التري فيو. إذن التري فيو هو مكون يسمح لنا بإنشاء عناصر بداخله متسلسلة، يعني عنصر تحت عنصر أو عناصر مترابطة فيما بينها. إذا نقوم بوضع هذا المكون في الجهة اليسرى من خلال الخاصية Align Left All Left. يمكننا كذلك استعمال هذا المكون قائمة جانبية لبرنامجنا، يمكن من خلاله فتح وغلق بعض البانلز وبعض الفورمز مثله مثل المين منيو، لأنه يحتوي على عناصر شبيهة بعنصر المين منيو. إذا نبدأ بقراءة لبعض الخصائص البروبريتيز التي يحتويها هذا التري فيو. إذا أول خاصية والمهمة جدا هي خاصية الايتم. إذن إما نفتح من هنا تظهر لنا هذه أو يظهر لنا هذا الإديتورز، أو من خلال الضغط بزر الفأرة الأيمن وإديتورز أو إديتور إليمنت. إذن عند فتح هذا الإديتور إليمنت سنجد العناصر. إذن نأتي إلى هنا بهذا الزر نوفل إليمنت أو نيو إليمنت. إذن عندما يفتح New Element يعطينا الخاصية Text، يعني Caption الخاص به أو Text الخاص به الذي يمكننا من خلاله تحديد هذا العنصر أو تسمية هذا العنصر. مثلا نضعه OK. إذن ولدينا الخاصية Index Image، Index Selectione، و Index Data، و Index Etendue، index étendu و activé. اذا ما معنى الاندكس ايميج؟ هنا نستعمل صوره مصغره بجانب كل عنصر عن طريق الخاصيه ايماج ليست. اذا نضغط على ابليكي اوكي، ثم ناتي الى وين 32 ونضع هنا ايماج ليست. من خلال الإيماج ليست نغير الهايت الخاص بها إلى 24 وإلى 24 كذلك في الويدث، من أجل أن نحصل على أيقونات بـ 24 بيكسل. إذا نفتح نضيف الأيقونات على سطح المكتب. لدينا أيقونات هنا، سنقوم باختيار أيقونات إلى غاية هنا. إذن ونضعها داخل هذه الإيماج ليست، ثم نربط هذا المكون عن طريق خاصية إيماج بالمكون إيماج ليست. إذن لاحظوا كيف ظهرت أول أيقونة، الأيقونة التي الأندكس الخاص بها هو 0. إذن هنا نضع الاندكس الخاص بالأيقونة مثلا هو 0، والاندكس سيليكسيوني 0. اوكي. اذا الان ناتي الى هنا ونضيف عنصر اخر، هذا العنصر الثاني نقول له تيست، مثلا عنصر تيست 01، ثم نضيف عنصر اخر تيست 02، ثم عنصر آخر تيست 03، وعمل شيب لهذا
العنصر. إذا لاحظوا هنا، أوكي، هنا تيست واحد، تيست اثنان، تيست ثلاثة. إذا قمنا بعمل أبليكي، إذا لاحظوا سيأخذ نفس الأيقونة. نقوم بتغيير الأندكس الخاص بهذه الأيقونة. إذا هنا نضعه واحد، وهنا واحد، كذلك هنا واحد، وهنا واحد، ثم في التيست ثلاثة نضع هنا، عفوا هنا اثنان، وهنا اثنان، ثم هنا ثلاثة، ونترك الأندكس سيليكسيوني صفر، وسترون النتيجة. إذا ظهرت هذه العناصر، سنقوم بتغيير الفونت الخاص بها، أو الفونت الخاص بالمكون. إذا نضعه مثلا إلى هذا الفونت 14، نلاحظ كيف تظهر هذه العناصر. إذا الآن ننفذ لنرى النتيجة الأولى. إذا لاحظوا هنا، أوكي، تيست تيست تيست. لاحظوا هنا في العنصر الأخير، عندما نضغط عليه تتغير الأيقونة، والسبب يعود إلى كون أننا قمنا بترك هذه الأندكس سيليكسيوني على صفر. إذا وضعناها ثلاثة، فستبقى الأيقونة التي هي هنا هي التي ستظهر عند الضغط أو عند عمل سيلكت لهذا العنصر. إذن وهذه العناصر تحتمل كذلك عناصر تأتي تحتها، مثلا أوكي هنا نضع عنصر تحته، يمكن أن نقول له مثلا أسي مثلا 01، نضع له مثلا هنا 4 وهنا 4، ثم نأتي إلى هنا ونقول له كذلك أسي 02، أوكي يعني، وهنا نضع له العنصر والأندكس الخاص بالصورة 5، ثم نأتي إلى تيست هنا ونضع كذلك عنصر تحتها مثلا تيست 100 مثلا، ثم نعود الضغط هنا ونضع تيست لهذا العنصر مثلا تيست 200 مثلا، وهنا نجعل الأيقونة إلى 6، وهنا الأيقونة إلى 7. ويمكننا إضافة العديد من العناصر والعديد من العناصر تحتها، وكذلك هذا العنصر يقبل كذلك عنصر تحته. لاحظوا، ويمكن وضع 8 هنا أو 8 هنا مثلا، وضغط على أبليكي أوكي. إذا لاحظوا هنا ظهور هذا البطن وبه إشارة زائد، هذا يعني أن هذا العنصر هنا توجد هناك عناصر تظهر عندما نضغط على هذا البطن أو هذا العنصر ننفذ. نلاحظ هنا العنصر العناصر هذه كيف ظهرت، ثم يظهر العنصر هذا كذلك، هنا العناصر ظهرت تحت هذا العنصر الثاني. إذا ومن بين الخصائص التي كذلك توجد في هذا المكون هي خاصية check boxes. check boxes نلاحظوا يمكن أن تصبح هذه العناصر تحتوي على check boxes هنا. لاحظوا من خلال عمل select لهذه العناصر من أجل عمل بروسيدير معين أو إجراء معين داخل هذا المكون أو هذه العناصر التي نراها الآن. وهناك check style
هذه التشيك بوكسز تحمل ستايل بارسيال ديماد اكسكلوجن، يعني نغير شكل الضغط هنا داخل هذه العناصر. سنرى. إذا لاحظوا أولا ثم هذه ناقص ثم كذلك هنا تظهر x كذلك صغيرة، لاحظوا بالتشيك بوكس يمكن تغيير ستايل الخاص بالتشيك. كذلك لدينا خاصية كيرسر لتغيير الكيرسر مؤشر الفأرة، لدينا الفونت لتغيير نوع الكتابة أو نوع الخط وحجم الكتابة، ثم لدينا خاصية الملتي سيلكت، إذن والملتي سيلكت ستايل عن طريق كنترول سيلكت شيفت فيزيبل أونلي أور سيبلينج أونلي. هنا الخاصية select ملتي select، نلاحظ يمكن أن نقوم بعمل ضغط على زر control وعمل select لهذه العناصر والعناصر كلها أو نزع select من عليه. لدينا النيم هو الاسم الافتراضي، بوب اب منيو معناتها انه يقبل بوب اب منيو، قائمة جانبية، خاصية الريد اونلي لا يمكننا تغيير اي شيء في حال قمنا بتفعيلها الى ترو. ثم لدينا خاصية الرايت كليك سيلكت، رايت كليك سيلكت معناتها أننا إذا قمنا بعمل كليك بالزر الفأرة الأيمن فكليك سيلكت ستفعل. كذلك لدينا رو سيلكت شو بوتنز، إذا هذه البوتنز لاحظوا إذا قمنا بإخفائها وإظهارها، شو هينت خاصة بالهينت الخاصة بهذه العناصر، show line لاحظوا هنا بين هذه العناصر توجد أسطر، هذه الأسطر يمكننا إخفاؤها وإظهارها، و root الجذر كامل يمكننا أن نخفيه ونظهر. لدينا هنا sort type يعني هذه العناصر، لاحظوا ربما سنقوم بتغيير بعض العناصر، مثلا هنا العنصر هذا نضع له www مثلا هكذا، وهذا العنصر نضع له مثلا zz، نعمل ابليكي اوكي. اذا لما نقوم ب sort type اذا قمنا مثلا باختيار تكست، إذا لاحظوا سيقوم بعملية ترتيب داخل العناصر عن طريق الأحرف وترتيب الأحرف اللاتينية. كذلك هنا داتا أو نون أو تكست يمكننا اختيار أي sort type يعني أي ترتيب نريد. تقريبا هذه هي كل البروبريتيز المهمة بالنسبة لهذا المكون. نضع هنا مثلا بعض العناصر، نضع بوتن هنا ونضع بوتن هنا، ومن خلال هذه البوتنز لاحظوا هنا البوتن الأول ثم البوتن الثاني، من خلال هذه البوتنز سنقوم بعملية إظهار وإخفاء لهذه العناصر جميعها. أولا نأتي إلى البطن الأول إذن ونقول له tree view 1.full expand، وفي البطن الثاني
هنا أقول له tree view dot full collapse. إذا قمنا بالتنفيذ، إذا لاحظوا هنا كيف يفتح جميع هذه العناصر بما فيها العناصر التي كانت مخفية، ثم إخفاء جميع العناصر وإظهار العناصر الأساسية فقط. إذن تقريبا هذه هي الخصائص الخاصة بهذا العنصر والذي هو TreeView. تقبلوا تحياتنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.